أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الله
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت
موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتكم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب خليك يا رب. طيب خليك يا رب.
خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله أكبر. الله يفتح عليك يا عم الحاج. عليك السيد. الله يقويك يا السيد يا رب ويزيدك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها نعم أجر العاملين. الله يفتح عليك يا رب. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله يفتح عليك. واجعلنا من الصابرين يا رب. الله 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 يفتح عليك. وكأي وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. Thank you.
فأنى يؤفكون. صدق الله العظيم.